بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم من جديد على قناة برامج تك، معاكم أحمد الجرنوسي. إن شاء الله النهاردة هنشوف مع بعض حل مشكلة زي ما انتم شايفين الصور اللي هي ما بتظهرش الثامب نيل بتاع الصور، أو الشكل بتاع الصور من بره ما بيظهرش في الويندوز كده، سواء بقى كان ويندوز 8 أو 8.1 أو ويندوز 7 أو ويندوز اكس بي، فالطريقة كده كده واحدة في كل أنواع الويندوز. فان شاء الله هنخلي الصور اللي هي موجوده دي هتكون كلها ان شاء الله بالشكل ده زي ما انتم شايفين. طبعا هقول كل الطرق لجميع النسخ ويندوز 8 و7 واكس بي. ده لويندوز 8 بتيجي تختار كلمه فيو من فوق دي، تمام، وبتختار اخر واحده اللي هي اوبشنز، وطبعا مفيش غير تشينج فولدر اند سيرش اوبشنز، دي اللي انا عاوزها. طبعا دي الفولدر اوبشن، القائمه بتاع الفولدر اوبشنز انت تظهرها لي باي طريقه، واختار منها الفيو، ومن فيو واختار شايفين always show icons never thumbnails، دي هي المشكلة. فبدوس علامة كده عليها، تمام، وبقول له apply. لاحظ بقى الاختلاف زي ما احنا شايفين اتحولت ورا اهي. اما بقى للناس اللي بتستخدم ويندوز 7 فهيلاقي فوق هنا كده على الشمال كلمة اسمها organize، هيدوس على organize وهيلاقي نفس الاختيار ده اللي هو change folder and search options او folder options دي، تمام، وبالتالي هتروح لفيو وهتشيل علامة الصح من هنا. بالنسبه لمستخدمي اكس بي بقى فبتلاقي تولز فوق هنا كده، بتلاقي كلمه تولز، بتدوس على تولز وهتلاقي في الاخر في قائمه هتظهر لك، هتلاقي فولدر اوبشنز برضو اللي هي دي هتظهر لك على طول، دي برضو هتلاقي قائمه فيو وهتشيل علامه اولويز شو ايكونز نيفر ثامبنيلز. وبكده يكون المشكله بتاع عدم ظهور الصور او الفيديوهات حتى على الويندوز اتحلت ان شاء الله بدون اي مشاكل. وده بكل بساطه كان توضيح لحل مشكلة عدم ظهور مصغرات الصور أو الثامب نيلز على نسخ الويندوز المختلفة. أتمنى يا رب يكون الشرح عجبكم، وياريت لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والسبسكرايب والاشتراك لقناة برامج تك علشان تتابعنا في كل جديد من عالم البرامج والشروحات الجاية بإذن الله. كان معاكم أحمد الجرنوسي، وكل سنة وأنتم طيبين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.